السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كورنيش الدوحة، نحييكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى جولة برنامج جرايد على صحافة العالم. جائزة أفضل تغطية صحفية في كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد من تنظيم برنامج جرايد، والجوائز هي على الشكل التالي: الجوائز الجماعية أفضل تغطية صحفية 3 جوائز، أفضل تحليل فني 3 جوائز، أفضل منشيت 3 جوائز، الجوائز الفردية أفضل صورة 3 جوائز، أفضل زاوية رأي 3 جوائز، أفضل سبق صحفي 3 جوائز، أفضل حوار 3 جوائز، وأفضل تحقيق 3 جوائز. تبلغ قيمة الجوائز 500,000 ريال قطري، والمسابقة برعاية بنك قطر الوطني وبروة. ومزيد من التفاصيل تجدونها في موقع قناة الكأس الكأس.net. سريعا إلى أبرز عناوين الحلقة. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الوطن، الاغراضيات والغرافة والجيش والسد في نصف نهائي كأس سمو الأمير، خلفان الكأس يبيلها خبرات، في الراية الريانيون لن ينسوا أخطاء مدربهم، في العرب اتحاد الكرة وأرواح شبابنا، في الشرق ندى محمد أنا بنت وفا حارس الذياب الكبير، عربيا في الوطن البحرينية سلمان بن إبراهيم إذا كنا نريد عربيا رئيسا للاتحاد الآسيوي علينا تقييم المرشحين، في الاتحاد الإماراتية السركال أجواء رئاسة الاتحاد الآسيوي ضبابية، في السياسة الكويتية ماتسكو فيتش الأقرب لمهمة المساعد، غوران يختار 22 لاعبا لمواجهة ريال مدريد، في الوطن العمانية لوغوين معسكر متخصص لحراس المرمى والمهاجمين قبل بدء التصفيات المونديالية، عالميا في الصن البريطانية دي ماتيو مستقبلي هذا السؤال لا يوجه لي، دعونا نحتفل بالكأس في توتو سبورت الإيطالية، أليغري إنها ليلة حسم الصراع مع اليوفي بنسبة 99%، خوسيب ماريا كازانوفاس كتب في سبورت الإسبانية عن غوارديولا ننتظر عودتك بالطريقة التي تفضلها وفي الوقت الذي تحب. خلفان إبراهيم خلفان لاعب الساد تحدث لجريدة الوطن عقب تأهل فريقه للدور نصف النهائي على حساب الوكرة أمس. خلفان قال: الظروف التي واجهها الفريق خلال المواجهة كانت صعبة، حيث إن الطقس لم يساعد اللاعبين على التألق واللعب بالمستوى المعروف. خلفان قال أيضا: الساد يحتاج لكأس سمو الأمير لأننا بعيدون عن البطولات المحلية منذ فترة، وأتمنى أن يحالفنا الحظ والتوفيق في تقديم المطلوب. دهام النصر الكاتب في جريدة الوطن تحدث في مقاله اليوم عن خروج الأخوية من الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير أمس أمام الغرافة. النصر قال: خرج الأخوية وللعام الثاني على التوالي خالي الوفاض من بطولات الكؤوس تحت قيادة مدرب الفريق جمال بلماضي، ما يؤكد أن حال الفريق صار من الماضي. النصر قال أيضا: في اعتقادي الشخصي الأخوية يحتاج لمدرب له الخبرة في التعامل مع مجريات المباراة الحساسة. الحمد لله على التأهل للدور نصف النهائي، فالمهمة لم تكن سهلة على الفريقين، ونحن لعبنا بطموح التغلب على المنافس، وأعتقد أن الوكرة لعب بنفس الطموح، فكل فريق كان يسعى للتأهل للدور القادم دون شك، مثل أي فريق كنا نلعب على البداية من أجل الفوز، والحمد لله تحقق الهدف، ونحن في المجمل راضون عما قدمناه، فالنتائج هي التي تصل بالفريق للبطولات وليس الأداء. المهمة في الدور نصف النهائي لن تكون سهلة، بل الأمور ستزداد صعوبة، لأننا كلما اقتربنا من النهائي يرتفع سقف الطموحات أكثر، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق هذا الموسم وأن نفوز بالبطولة الغالية. وأعتقد أن السد أكثر فريق في الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائي يحتاج للبطولة، لأننا بعيدون عن البطولات المحلية منذ فترة.
وفي مواكبة مشاهدينا الكرام لمباريات أمس وتعليقات الصحف اليوم، نستقبل في الاستديو الأستاذ خالد مخلوف الصحفي بجريدة العرب القطرية. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا. أستاذ خالد، إذا فعلها الغرافة وأخرج الأخوية طبعا من البطولة، يعني كيف تقرأ رد إدارة الأخوية بالإبقاء على بالماضي؟ جمال بالماضي يعد أحد المدربين المميزين في قطر، يبقى هو صاحب الماراثون الكبير لدوري نجوم قطر لسنتين متتاليتين. إذن هو طبعا في فارق كبير جدا ما بين منافسات الدوري النجوم، يعني بما تحويه من ماراثون كبير بين الأندية المتنافسة، وبين الجولات الكؤوس التي لا تحتمل أي خطأ ولا تحتمل أي تعويض. وبالتالي جمال بالماضي إدارة الأخوية قررت الإبقاء عليه. هذا يعد يعني شيء جيد مقارنة بنتائج جمال بالماضي، بأنه هو حافظ على لقب الدوري لسنتين متتاليتين، ودوت إنجاز ليس بالسهل. نعم، واعتقد ان الاداره بذلك يعني تحافظ على الاستقرار. بالضبط. طيب، يعني تعتقد ان خبره السد كانت حاسمه امام الوكره؟ طبعا خبره السد، هو طبعا حصل امبارح مفاجاتين اللي هو يعني في بالنسبه لمباريات الامس، لكن خبره السد طبعا حسمت اللقاء قدام الوكره. السد يظل احد الفرق الكبرى وبطل اسيا، حامل بطوله كاس سمو الامير 13 مره، انجازات كبيره جدا في دوري نجوم قطر، هو زعيم الكره القطريه. اذا هو ليس بغريب ان يظل السد احد الفرق المرشحه بقوه على اي من البطولات التي يخوضها، وبالتالي كانت النتيجه مع الوكره ليست مفاجاه للمتابعين يعني. نعم، طيب عموما استاذ خالد ابقى معنا. وعبد القادر الياس لاعب الجيش تحدث في حواره مع جريده الوطن عن مباراه فريقه بالامس امام الخور. الياس قال: كانت مباراه صعبه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، حيث اثبت الخور انه من الفرق القويه وتمكن من احراجنا بادائه المتميز الذي فاجانا. الياس اضاف: الظروف المناخيه التي دارت فيها المباراه وايضا حاله الارهاق التي يعاني منها الجيش مع نهايه الموسم كانت لها تاثير كبيرة على الأداء. انتهاء المباراة بالتعادل ووصولها إلى ركلات الترجيح يجعل من فرص الفريقين متكافئة، ومثل ما يكون بإمكانك التأهل فإن الخصم بدوره له كل الحظوظ في الفوز، ولكن كانت لدينا ثقة في إمكاناتنا وتقدمنا من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكننا لم نوفق في ذلك. ستكون المباراة صعبة للغاية ضد السد صاحب البطولات والإنجازات، بالإضافة إلى امتلاكه للاعبين من الطراز الرفيع، وهذا سيجعل من المواجهة قوية، ولكننا سنسعى دون شك للفوز والتأهل. الجيش قدم موسما أعتبره ناجحا، وأظن أننا نستحق أن نحصل على لقب بالرغم من اقتناعي بصعوبة المهمة. فجر الإخريطيات أكبر مفاجأة وأبعد الرهيب عن الدفاع عن لقبه وأخرجه من دور الثمانية لكأس سمو الأمير ليعيش الريانيون ليلة حزينة. جريدة الراية حملت الأوروغوياني أغييري مدرب الفريق مسؤولية الخروج من البطولة. الراية أشارت إلى أن كل الترشيحات كانت تصب في صالح ريان لبلوغ نصف النهائي، وهو ما أصاب المدرب بالغرور وكان واثقا من الفوز، فجاءت الخسارة على يد فريق كان مهددا بالهبوط. هناك أخطاء واضحة وقع فيها أغييري، وليس المجال هنا لحصرها، ولكن كان الخطأ الأكبر الذي وقع فيه هو عدم احترامه لمنافسه الذي قدم مباراة كبيرة في المرحلة السابقة من البطولة الغالية. ولو أن أغييري تعامل باحترام أكبر مع منافسه، ولو لم ينسى أن الكؤوس شعارها الأول والأخير هو المفاجآت، لكان الآن في المربع الذهبي، ولو وصل إلى المباراة النهائية لدافع عن أغلى لقب بكل قوة. استسلم أغييري أمام الدرس الكروي الفرنسي الذي لقنه له بانيد مدرب الإخريطيات، والذي كان أكثر احتراما للريان ولاسمه الكبير ولجمهوره، فاستحق أن يفوز عليه وأن يتأهل إلى المربع الذهبي.
أعود إلى ضيفي في الحلقة أستاذ خالد، يعني هل دفع الريان ثمن الإرهاق في آسيا وكأس سمو ولي العهد وكأس الأمير أيضا؟ بالطبع هو دفع ثمن الإرهاق بالفعل، أنه خاض عدة مباريات في فترة زمنية قصيرة جدا وأثر بالسلب على أداء اللاعبين. الإرهاق كان بيشوب أداء اللاعبين في المباراة، كان واضح جدا، ودفع ثمن كمان الحرفية الكبيرة جدا لمدرب فريق الخرايطيات بانيد والإصراره على أنه هو يخرج من فريق الخرايطيات محققا إنجاز معه، وكان يعني بوادر هذا الإنجاز الإطاحة ببطل كأس سمو ولي العهد وهو الريان. ودوت كان يعني برضو حاجة غريبة أن صاحب المركز الثامن في دوري نجوم قطر يطيح بفريق بقيمة الريان وأحد أضلاع المربع الذهبي لدوري نجوم قطر. طيب السر الذي أحرج الأندية الكبيرة في المباريات بالأمس؟ هو طبعا ان هو العدم او اولا الاستهانه بالخصم، يعني الريان طبعا احد عوامل خروجه الاستهانه بخصمه، ودوت كان باين في التشكيل بتاع فريق الريان في الملعب من بدايه المباراه. حفظ اوراق كثيره جدا من يعني لصالح الفريق خارج الملعب، بدأ بعد كده أجيري يدفع بيها في الشوط الثاني لما استشعر الحرج، لكن كان الوقت فات. طبعا كان الإصرار الكبير لفريق خط دفاع الريان والخرايطيات وخط وسط الخرايطيات عامل كبير جدا. داخل اللقاء ما عندوش يعني أي مخاوف عكس الريان اللي كان عليه ضغوط كثيرة جدا، خارج من بطولة كبيرة حصل لقب كأس سمو ولي العهد، عليه ضغوط كبيرة جدا من جماهيره. احنا طبعا الجميع يعرف الثقل وقيمة جماهير الريان الكبيرة، وبالتالي كان الضغوط أكثر على فريق الريان، وأجيري دفع ثمن الإرهاق، ثمن الاستخفاف بالخصم، وثمن مدرب واعد في الخرايطيات وهو بانيد الذي يريد أن يخرج من البطولة بشكل جيد. نعم، طيب ماذا عن الغرافة والأخوية أمس أيضا؟ طبعا الغرافة والأخوية الجميع كان شايف أن ديت برضو أحد المفاجآت، أنا بالنسبة لي تعتبر نصف مفاجأة. الغرافة على الرغم أنه هو خارج المربع الذهبي هذا العام في دوري نجوم قطر، إلا أنه هو يظل أحد الفرق الكبرى اللي لها ثقل في الكرة القطرية. الغرافة حائز على كأس سمو الأمير يعني ست مرات، حاز دوري نجوم قطر سبع مرات، ثلاثة منهم متتالية، يظل أحد الفرق الكبرى التي تمثل قيمة عالية في الكرة القطرية. طبعا كان قابل لأخويا اللي هو حامل دوري نجوم قطر مرتين متتاليتين، كان الرهان كبير جدا على فريق لأخويا من منطلق الألقاب اللي حققها في الماراثون الطويل بتاع دوري النجوم اللي بيختلف زي ما قلت عن مباريات الكؤوس، لكن الحظ ما حالفش لأخويا في هذا اللقاء. برضه هو دفع ثمن ان هو البطل داخل بيقابل صاحب مركز متأخر إلى حد ما في ترتيب دوري النجوم. ولكن يعني يمكن خمس المباريات الأخيرة للغرافة كان واضح الأداء بالفعل كان أفضل من المباريات اللي سبقت. عموما أستاذ خالد ابقى معنا، وصبحي عبد السلام الكاتب في جريدة الوطن تحدث في مقاله اليوم عن مفاجأة الدور ربع النهائي. الكاتب قال: ضرب الغرافة عرض الحائط بالتوقعات وأسقط بطل الدوري، حتى الجيش أفلت من كمين الخور ومر إلى نصف النهائي بركلات الترجيح، كما وجد العالمي صعوبة كبيرة في اختراق حاجز الوكرة، وكأن يوم أمس كان الموعد مع بكاء الكبار وليحيى جنون كرة القدم. الكاتب تحدث أيضا عن فوز الخرايطيات على ريان قائلا: إن المدرب الفرنسي بانيد استطاع أن ينكد على جماهير ريان. فعلها الفرنسي لوران بانيد وأطاح بالريان بطل كأس سمو ولي العهد، وجرده من اللقب الذي كان بحوزته لمدة موسمين على التوالي، وهو اللقب الأغلى. لم يكن أكثر المتشائمين في قلعة الرهيب يظن للحظة أن الإخريطيات سيحرم الفريق من التواجد في نصف النهائي، وظن البعض منهم أن الريان الذي يعيش نشوة الانتصار والتتويج قادر على الفتك بالصواعق والمرور إلى نصف النهائي، ولكن لأن كرة القدم مستديرة وكثيرا ما تصبح مجنونة،
فقد برهنت على ذلك بالفعل وقررت بالأمس أن تصحو جماهير الريان العريضة على الكابوس المزعج بتوديع كأس سمو الأمير من أول مباراة للريان ومن الدور ربع النهائي. جريدة ري انتقدت اتحاد الكرة بعد إقامة المباريات الأربعة لربع نهائي أغلى الكؤوس في نفس اليوم وإقامة كل مباراتين في توقيت واحد. أري حملت الاتحاد مسؤولية خلو المدرجات من الجماهير التي لهفت أمام الشاشات لمتابعة المباريات والتعرف على النتائج. الجريدة قالت كان من الممكن إقامة مباراة الأخوية أو مباراة الغرفة مع الأخوية وتليها مباشرة مباراة السد مع الوكرة. أمس واليوم تقام مباراة الإخرتيات مع الريان والخور مع الجيش حتى نعطي الفرصة للجماهير لحضور أهم مباريات البطولة الغالية والاستمتاع بها. غابت الجماهير وهي معذورة في غيابها بعد أن تسبب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في تشتيت هذه الجماهير والتي اضطرت للهف عبر شاشات التلفزيون وليس بين الملعبين لمتابعة المباريات الأربع المهمة التي أقيمت في يوم واحد بل وفي توقيت واحد، فحرم الاتحاد الجماهير من الاستمتاع بالمباريات الهامة والمباريات القوية في البطولة الغالية. نعرف أن الاتحاد ولجنة المسابقات سيقومون بتقديم الحجج والمبررات التي أدت إلى إقامة المباريات الأربع في يوم واحد وفي توقيت واحد، ونعرف أن السبب هو ضغط الروزنامة من أجل إتاحة الفرصة أمام العنابي للاستعداد الجيد لتصفيات كأس العالم 2014. جريدة العرب تحدثت اليوم عن حوادث الطرق التي أدت مؤخرا إلى وفاة ثلاثة من الشباب على طريق الخور. الجريدة قالت الحادث الأليم دفع الجميع إلى التفكير مجددا في كيفية الحفاظ على أرواح شبابنا الغالي. الجريدة اقترحت على مسؤولي اتحاد الكرة أن يقوموا بحملة توعية تترافق مع حملة الترويج لنهائي كأس الأمير تحث الشباب على أهمية الالتزام بقواعد السير وتهدف أولا وقبل كل شيء إلى تذكير الشباب بأنهم ثروة الوطن وحياتهم غالية على الجميع. اتحاد الكرة وكما هو معروف عنه اتحاد مبادر يعرف جيدا عمق تعلق القطريين بالكرة وهو لا يدخر جهدا في سبيل حماية أرواح الشباب القطري وهو أكثر من غيره من يملك قوة تأثير على عقول وقلوب الشباب ومن هنا تأتي دعوتنا له ليكون سباقا في احتضان هذه المبادرة فالجميع مقدوم على ما جرى ولا نريد أن نفجع من جديد فحياة الإنسان أغلى ما نملك والفرد أساس التنمية كما أشار إلى ذلك حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في أكثر من مناسبة كلنا اليوم مدعوون لتدشين حملة ترشيد وتوعية بأهمية التقيد بضوابط المرور لا يمكن بعد اليوم أن نلقي التهمة على هذا الطرف أو ذاك كلنا متهمون إذا لم نقم بواجبنا كلنا اليوم أمام مسؤولية الحفاظ على شباب الوطن وكلنا مدعوون لنكون أهلا لهذه المسؤولية الجماعية. خالد مخلوف الكاتب في جريدة العرب تحدث عن الزخم الإعلامي في الصحف المحلية لتغطية أغلى الكؤوس. مخلوف قال إن هناك حالة من الفوران غير المسبوق هذا العام سادت الأقسام الرياضية بصحف مؤخرا بسبب جوائز قناة الكأس التي تقدم سنويا لأفضل تغطية صحفية. مخلوف قال أيضا لا أقف هنا موقف الذي يتبنى الدفاع عن المهنية الإعلامية والصحفية فلكل أخطاءه وسقطاته وهفواته أيضا ولكن يجب أن يسأل الجميع نفسه سؤالا مهما المهنية أهم أم الجائزة؟ نعلم أن التنافس بين الجميع شيء مهم يثري من العمل الصحفي ويعزز من قيمة هذا العمل وأن فكرة الجوائز من قناة الكأس تعد من الأفكار الجيدة التي تؤدي إلى حدوث زخم على الساحة الإعلامية تنعكس بقوة على المحافل الرياضية بين اللاعبين والمدربين وتسبب حراكا يشهد به الجميع خاصة في هذه الفترة من العام نظرا للبطولات الكروية المهمة على الساحة ولكن في المقابل تعد المصداقية الصحفية والاحترام المهني من الواجبات المقدسة في مهنة صاحبة الجلالة
ويعد احترام عقلية القارئ وعدم الاستخفاف بها ضمن أولويات العمل الإعلامي، حيث تقاس مهنية وسيلة الإعلام بمدى مصداقيتها وشفافيتها لما تنقله من أخبار، وكذلك كيفية تناولها للخبر الذي يعبر عن قيمة نفسه دون الحاجة إلى تأكيد الانفراد الذي يصبح في اليوم الثاني ليس انفراداً بل مشاعاً داخل الصحف كلها. محمد الجبالي الكاتب في جريدة العرب تحدث في نفس الموضوع تقريبا، وقال إن ما يحدث خلال هذه الفترة من حرب شرسة وصلت إلى حد الإساءات بين عدد من الزملاء الكبار على صفحات جرائدهم لا يسر عدوا أو حبيبا. الجبالي قال: من هنا أدعو كل الأطراف أن يكفوا عن هذه الحرب، خاصة أنهم يعلمون جيدا أن هذه المسابقة تكريمية في المقام الأول، لأن إثبات التميز والمهنية لا يمكن أن يكون خلال أسبوعين، واستعراض العضلات الصحفية يجب أن يكون مستمرا طوال الموسم. بعيدا عن معرفة من بدأ الحرب والتي ادعى علمها بكافة تفاصيلها ودون الدخول في النوايا والأغراض الداخلية، فإن الشيء المهم الذي لا بد أن يتذكره الجميع هو أن المسابقة ستنتهي، ومن يحصل على جائزة من هنا وأخرى من هناك، وربما تكون عملية توزيع الجوائز غير منطقية مثل ما حدث كثيرا في الماضي القريب والبعيد، ولكن في النهاية تبقى الزمالة والعلاقات الإنسانية هي الأهم والأساس، حيث من المؤكد أن كل هذه الأطراف ستتقابل اليوم أو غدا أو بعد غد في العديد من المناسبات، ووقتها لن يكون أمامها سوى السلام وربما العتاب، وفي النهاية سيتفقون جميعا على أن الزمالة هي الأساس، وربما يندمون على ما كتبوه في لحظة غضب، خاصة إذا علموا أن هناك من يقوم باستغلال مثل هذه المواقف لزيادة التوتر والاحتقان. أعود إلى ضيفي في البرنامج أستاذ خالد، يعني الزخم الإعلامي الكبير والمنافسة بين الصحف، يعني هل هو مفيد للقارئ؟ هو بالطبع مفيد جدا للقارئ إذا تم وضعه في إطار الصحيح للعمل الصحفي والإعلامي، بما لا يخل بمشاعر الآخرين أو بما لا يسيء إلى الآخرين، خاصة إذا كانوا زملاء نفس المهنة الواحدة. وأنا شايف هنا أن اللي بيحصل على الساحة الإعلامية دلوقتي دوت، يعني إن كان في بعض العتاب ما بين الزملاء فدوت مكانه المكاتب المغلقة وليس أوراق الصحف وصفحات الجرائد، لأن صفحات الجرائد في الآخر دوت منتج بيتم شراءه من القارئ لاستهلاكه والاستفادة من موضوعاته، وفي الآخر بيتم الحكم عليه من خلال القارئ. وبالنسبة للصحافة والإعلام بشكل عام، دي رسالة سامية لا يصح أن يدخل فيها يعني الاختلاف في وجهات النظر على صحة الجرائد بهذا الشكل. وأنا شايف أن هو الصحفيين أحيانا بيجروا إلى أفخاخ من قبل المدربين أو اللاعبين من خلال الأخبار التي بيسوقوها عبر جرائدهم، بمعنى أنه هو ممكن أحد المدربين بيحاول أنه هو يعني يشوف مقدار قيمته عند الإدارة بتاعته من خلال أنه هو بيسوق لنفسه مثلا، أنه هو هل الإدارة هتجدد له ولا مش هتجدد له، بيحاول يشوف يقيس مدى تمسك الإدارة بيه. ممكن يقع فيها الصحفي طبعا، في بالضبط ممكن يقع فيها معلومات مغلوطة، بالضبط ممكن يقع فيها. وبالتالي دوت، وبالنسبة للاعبين برضو في الفترة بتاعة تجديد العقود من خلال تصريحات اللاعبين، وديت أفخاخ ممكن يقع فيها الصحفيين بسهولة. اللاعب والمدرب بيحرص على مصلحته من خلال إشاعة مثل هذه الأخبار سواء صحيحة أو غير صحيحة، وبالتالي فلازم يبقى في حرص كبير جدا من الصحفيين على تناول مثل هذه الموضوعات. نعم، عموما أستاذ خالد مخلوف الصحفي بجريدة العرب القطرية، شكرا جزيلا. شكرا على حضورك معنا. ومشاهدينا الكرام، العربي محمودي الكاتب في جريدة العرب تناول في مقاله اليوم التصريحات التي أطلقها مؤخرا مدرب الوكرة عدنان درجال حول ابتعاده عن المجال الرياضي. الكاتب قال: التصريحات القادمة من كل صوب ومن كل اتجاه تؤكد أن الرجل أصابه من التعب الكثير ولم يعد قادرا على التمييز بين ما قاله وما لم يقله.
بين إعلان الاعتزال ونفيه ثم العودة إلى الإشادة بمصداقية الزملاء في الوطن، مسافة بعيدة جدا فيها الكثير من التناقض والكثير من المؤشرات التي توحي بأن درجال تائه يقلب أوراقه ذات اليمين وذات الشمال، ولم يصل بعد إلى النقطة التي يعي فيها ما يريد وما يشتهي في نهاية موسمه الشاق هذا. لكن الأكيد أنه حصل أخيرا على الراحة التي كان يحتاجها بعد خروج الوكرة من منافسات كأس الأمير أمس، حتى يستعيد توازنه ويعيد كتابة المسرحية البايخة التي أخرجها على مدار يومين. الكاتب في جريدة الشرق مبارك عمر سعيد يواصل مطالبته للأندية بضرورة محاسبة اللاعبين والمدربين والإداريين من أجل تحسين المستوى الفني للكرة القطرية والحفاظ على سمعة واسم قطر. الكاتب قال: الوقائع أثبتت أن هناك اختلالات تنم عن تكاسل وتقصير في أداء بعض الإداريين لمهامهم. ميزة المحاسبة الأولى أنها تعرفك على مواطن الخلل وأين يكمن الخطأ والغلط، وكم هي الإيجابيات وكم هي السلبيات، فتتعلم كيفية تجنب السلبيات وتدعيم الإيجابيات. وقديما قيل في الأمثال الحكيمة: صديقك من صدقك لا من صدقك. ونحن اليوم نطالب بإلحاح وبشدة بضرورة محاسبة المدربين واللاعبين وغيرهم، وذلك سيكون لمصلحة هؤلاء أولا ثم مصلحة الأندية نفسها والمصلحة العامة، وبذلك تتطور الأندية وبالتالي تتطور كرة القدم القطرية خاصة والرياضة عامة. أجرت جريدة الشرق في عددها اليوم حوارا مع ندى محمد نجلة محمد وفاء الحارس السابق للزعيم السداوي. الشرق قالت في مقدمة الحوار: ابن الوز عوام، هذا ينطبق على السباحة القطرية ندى محمد وفاء ذات 17 عاما، وهي أول سباحة قطرية ستعوم في مسابح أولمبياد لندن 2012. الجريدة أضافت: هي وريثة جينات رياضية من والدها محمد وفاء أشهر حارس مرمى قطري. ندى فخورة باختيارها ضمن الرياضيين المشاركين في تقديم ملف استضافة أولمبياد 2020، وتمنت أن يكون الفوز حليف قطر لترى أكبر حدث رياضي عالمي يقام على أرض قطر الغالية. انتمائي سداوي، وقد ورثت هذا الحب من الوالد حيث إنه سداوي حتى النخاع. أفرح معه عندما يفوز السد وأحزن عندما يخسر، وأحاول تهدئة والدي لأنه عصبي ويتوتر عندما يشاهد مباراة للسد. بصفتي سداوية أتوقع أن الكأس لن تذهب بعيدا وستكون في خزينة السد، خاصة أنهم مشتاقون للقب لإرضاء طموحات جماهيرهم المتعطشة هذا الموسم للفوز ببطولة، حتى لا نخرج من المولد بلا حمص. بصراحة لم أكن أتوقع أن أشارك رسميا ببطولة عربية، لكن بعد أن علم المسؤولون في اتحاد السباحة مستواي اتصلوا بي واستدعوني للانضمام للدورة العربية، وقد حالفني التوفيق وسجلت الرقم المطلوب للمشاركة في أولمبياد لندن في سباق 50 متر حرة. إلى الجولة العربية وجديدها. جولتنا العربية نبدأها من مملكة البحرين. الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة المرشح المحتمل لرئاسة الاتحاد الآسيوي تحدث عن الانتخابات وقال: إذا كنا نريد عربيا رئيسا للاتحاد الآسيوي علينا تقييم الأشخاص المرشحين ومدى قبولهم في القارة كلها. رئيس الاتحاد البحريني أشار إلى أن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي جاء بعد تجارب عديدة ودراسة معمقة، لكن من المبكر الحديث عن الانتخابات والترشيحات قبل إصدار كأس قرارها النهائي في قضية الرئيس الموقوف للاتحاد الآسيوي محمد بن همام. عقب الحكم من المفترض أن يجتمع المكتب التنفيذي وأن يحدد موعدا للانتخابات ومهلة للترشح، حيث ستتضح الرؤية أكثر. لا أعلم بنية الكويتي الشيخ طلال الفهد بالترشح مضيفا، ولكن الكل له حق بالتقدم للانتخابات، والشخص المقبول والذي لديه علاقات واسعة ومعرفة بالأمور سيكون الأوفر حظا للفوز.
ورأينا مع رأي الجماعة ولا نختلف عليه. علاقتي بالشيخ طلال وبشقيقه الشيخ أحمد الفهد قوية وقريبة، إنما لا يستطيع أن يتكلم باسمهما، وستتضح الأمور أكثر مستقبلا، والكلام الذي يدور حاليا مبالغ فيه، وسننتظر الوقت المناسب واتضاح الأمور في الأسابيع المقبلة، إنما كل الأمور مؤجلة لما بعد الحكم في قضية ابن همام. يوسف سركال رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم الإماراتي أكد أن الأجواء ضبابية في الوقت الراهن بشأن انتخابات الاتحاد الأسيوي، وأن قضية بن همام لم يتخذ قرار نهائي بها، وهذا يؤثر في تحديد موعد الانتخابات. السركال قال: أنا كمرشح ما زلت في مرحلة تواصل على المدى البسيط وليس بعمق وغزارة التي سأكون عليها في حال كانت الانتخابات محددة الموعد والمعالم. أنا والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أبدينا نيتنا في الترشح، وإن باب الترشيح الرسمي لم يفتح بعد، والأمور مجرد نوايا، ولم أسمع بنية الشيخ طلال بالتقدم، علما أنه من الشخصيات المعروفة على الساحتين العربية والقارية، وأن التقارير الإعلامية مجرد تقارير، لأنه لم يعلن بشخصه التقدم لرئاسة الاتحاد القاري. والشيء الأكيد أن وجود أكثر من مرشح عربي يضعف من حظوظنا كعرب. محمد بن همام على علاقة جيدة بجميع الأطراف ويتواصل مع الجميع، ولست محسوبا عليه، مع أن الكثيرين يحاولون إلصاق هذه الصفة بي، فأنا على تواصل مع ابن همام وتربطني به علاقة جيدة، وإذا كان قرار المحكمة لمصلحتي فهو سيرجع إلى موقعه في رئاسة الاتحاد الآسيوي، وإذا كان القرار ضده فإنه لن يتدخل بشكل مباشر في توجيه الأصوات المحسوبة عليه، لأن العملية هي انتخابات مفتوحة. إلى السعودية، حمد العمير الكاتب في جريدة الاقتصادية السعودية تحدث اليوم عن المنتخب السعودي، وأكد أن من كانوا يطالبون فهد المصيبيح مدير المنتخب السابق بالتعاقد مع مدرب عالمي يعيد المنتخب الأول لدائرة المنافسة على المستوى الأسيوي هم أنفسهم من يهاجمون حاليا محمد المسحل وفرانك ريكارد. الكاتب قال: عندما اختار ريكارد تشكيلة المنتخب في الفترة الماضية هاجموا الهولندي بسبب اختياره للعب وعدم انضمامه لآخر، وكأنهم ينتظرون من نجم عالمي ومدرب ذي سمعة أن يجتمع بهم ليستأنس برأيهم في تشكيلة المنتخب الأول. يطالبون محمد المسحل بنتائج فورية يحققها المنتخب، وتناسوا أن لاعبي المنتخب هم نتاج ما تقدمه الأندية، لا يخلو أي عمل من الأخطاء، ولكن العمل الذي تقوم به إدارة المنتخبات حتى اللحظة هو أفضل بكثير من العمل الذي قامت به الإدارات السابقة. مدرب بسمعة فرانك ريكارد لا ينتظر من منظري الإعلام إملاءات وتعليمات تدخل في صميم عمله كمدرب ذي سمعة وذي سجل تاريخي مميز. على الرغم من تحفظ الشديد على أهمية المشاركة في البطولة العربية، إلا أنها قد تكون فرصة لاكتشاف أكثر من لاعب يدعم المنتخب الأساسي. لم يسلم منهم المصيبيح سابقا ولا المسحل حاليا وحتى ريكارد، يدعون أنهم يفهمون كرة القدم أكثر منه، لذلك لن ننتظر منهم غير الهجوم على أي إدارة للمنتخبات وأي مدرب قادم. إلى الكويت، فريق القادسية الكويتي حسم لقب الدوري قبل انتهاء المسابقة بأربع جولات، واحتفظ باللقب للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل بعد فوزه أمس على غريمه العربي بأربعة أهداف لهدفين في المرحلة السابعة عشرة. على جانب آخر، تعقد اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم اجتماعا هاما مساء اليوم مع سيربي غوران مدرب المنتخب، يتم من خلاله تقديم المدرب لقائمة بأسماء 22 لاعبا يمثلون الأزرق في المباراة التاريخية التي ستجمعه أمام ريال مدريد الإسباني. سيتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة عدة أمور، أبرزها من يقوم بمهمة مساعد المدرب في المباراة المرتقبة. ومن الأسماء المطروحة الوطني عبد العزيز حمادة المرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد حتى شهر مارس من العام المقبل، والقريب
من تولي مهمة تدريب أزرق 22 سنة. ومن الأسماء المرشحة أيضا بقوة لمساعدة جوران مواطنه ماتكوفيتش مدرب أزرق الناشئين، حيث يبدو الأقرب للقيام بالمهمة بعد أن شهد برفقة المدرب في مباراتي العربي مع الوحدة الإماراتي التي جرت على استاد صباح السالم في البطولة الخليجية، ولقاء كاظمة مع الشباب الأخير ببطولة الدوري الممتاز الذي جرى على استاد ثامر، حيث قام المدربان بتدوين الملاحظات وأبرز لاعبي الأخضر والبرتغالي تمهيدا لاختيار الأجهز من النواحي الفنية والبدنية. إلى عمان، الفرنسي بول لوغوين مدرب المنتخب العماني كشف في مؤتمر صحفي بالأمس عن خطة إعداد المنتخب لخوض غمار التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم. لوغوين أشار إلى أن فترة قيادته للمنتخب الأولمبي كانت مهمة واستفاد منها كثيرا لما هو قادم، وتمكن من الوصول إلى مرحلة عرف فيها نقاط الضعف والقوة. قررت تنظيم معسكر متخصص لحراس المرمى والمهاجمين في 9 و10 من هذا الشهر لمعالجة هذا الجانب في المنتخب وترك الخيارات مفتوحة للحصول على كفاءات سواء في حراسة المرمى أو في خط الهجوم. تجمع لاعبي المنتخب سيبدأ في 20 من الشهر الحالي عقب انتهاء الدوري العام، وقد اخترت 30 لاعبا منهم الذين شاركوا في مباراة تايلاند وأستراليا وعناصر أخرى جديدة. يجب أن نكون واقعيين، ففي المجموعة فريقان سبق أن صعدا إلى كأس العالم وهما أستراليا واليابان، ونعتبر فريقا خارجيا ونسعى إلى إثبات وجودنا أمامهما. وضعنا مناسب والأداء تحسن بشكل كبير، فقد استطعنا أن نتفوق على المنتخب السعودي أبرز المرشحين في التصفيات السابقة. لا أريد أن أحلم ولكنني أتحدث بواقعية. إلى مصر، حسن شحاتة المدير الفني لفريق الزمالك نفى أن يكون قد تلقى عرضا رسميا لتدريب المنتخب المغربي، وأكد أنه شرف لأي مدرب أن يتولى تدريب المنتخب المغربي. على جانب آخر، يفكر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة بوب برادلي في خوض مباراة ودية أمام المنتخب الأولمبي في إطار الاستعدادات لمباراة المنتخب اللبناني الودية المقرر إقامتها في بيروت يوم 11 من الشهر ذاته. الأمريكي بوب برادلي يرفض لغة التشاؤم، وما زال يؤكد على أن الأمور السياسية لن تؤثر على مشوار المنتخب سواء في تصفيات كأس العالم المقبلة أو إفريقيا. الأحداث السياسية المفزعة التي تسيطر على المشهد السياسي الملتهب في مصر لن تعود بالسلب على مشواره مع المنتخب الوطني، فضلا عن أن الاشتباكات الدامية التي شهدها ميدان العباسية لن تنال من تركيز لاعبي المنتخب ولن تؤثر على برنامجنا الفني. أحاول في هذا التوقيت بذل قصارى جهدي في هذه الفترة لتحقيق حلم المصريين ببلوغ منتخبهم نهائيات كأس العالم ورسم البسمة الضائعة على وجوه المصريين وعودة الروح للكرة المصرية التي فقدتها منذ اندلاع أحداث بورسعيد. عودة إلى السعودية للتشيكي، إيفان هاسيك مدرب الهلال السعودي أكد في حواره اليوم مع جريدة الجزيرة أنه لا يهتم بالانتقادات الجماهيرية التي تطاله بين فترة وأخرى، مبينا أنه جاء لتحقيق أهدافه ولم يأتي لتلميع صورته عند الجماهير كونه اسم يحمل سجلا تدريبيا مميزا. المدرب الهلالي كشف عن وجود مفاوضات من قبل أندية يابانية وأوروبية معهم، مشددا على أنه لن ينظر لها قبل نهاية موسمه الحالي مع الهلال. أنا لم آتي من بلادي لتلميع صورتي عند الجماهير أو كسب ودهم من خلال إطلاق الوعود الكاذبة عبر الوسائل الإعلامية، فقبل مجيئي للهلال كان لي اسمي في عالم التدريب من خلال مسيرة المشرفة والحافلة بالبطولات في البلدان التي عملت بها سابقا، ولست مبتدئا في التدريب كي أهتم بتلميع اسمي. أنا جئت للعمل مع إدارة محترمة وتقدر عملي وتساعدني على تحقيق أهدافي التي جئت من أجلها، وسأعمل بكل إخلاص لتحقيقها دون النظر لما يقال عني. لدي عرض قوي من نادي ياباني
وكذلك أكثر من ناد أوروبي، لكنني قررت تأجيل الحديث عنها والتفاوض بشأنها إلى أن ينتهي الموسم، لأنني أود أن أركز بشكل تام على عمل الحالي مع فريقي الهلال، وبنهاية الموسم سأحدد وجهتي المقبلة بعد التفاوض مع كافة الأطراف. عبد الوهاب لهيب الكاتب في جريدة الرياض أكد أن إدارة الهلال ضربت خلال الأيام الماضية مثالا رائعا لحنكة الإدارة وقدرتها على تجاوز الظروف والمشكلات في الوقت المهم، وما تعاقدات الهلال الأخيرة إلا جزء من ذلك الفكر الذي ربط مصير الفريق الأزرق بالبطولات. الكاتب أعرب عن استغرابه الشديد من الهجوم المتكرر على رئيس النادي وسام الجابر رغم اعترافهما بالخطأ الذي يتعلق بمعسكر الإعداد في بداية الموسم والتعاقدات. ما استغربه حقيقة هو ذلك الهجوم المتكرر على شخصي رئيس النادي وعضو مجلس الإدارة سام الجابر ولأتفه الأسباب، وكأنهما رجلان آليان لا تنطبق عليهم الطبيعة الإنسانية المتمثلة في الخطأ والصواب إن في العمل أو حتى في القول، لأن هذين الرجلين تحديدا اكتسحا في العام الماضي استفتاءات وسائل الإعلام على مستوى رئاسة النادي وإدارة الفريق، فهل تغير الرئيس ومدير النادي المتميزان واللذان منحتهما الأغلبية الكاسحة من النقاد قبل عام الأفضلية وتمنوا تواجد نماذجهما في كل الأندية السعودية فجأة وأصبحا لا يفهمان في عملهما؟ إلى الأردن لنختتم منها جولتنا العربية. فريقا الفيصل ورمتا يلتقيان مساء اليوم باستاد عمان الدولي بحثا عن حسم لقب الدوري، وسيخوض الفريقان اللقاء هذا المساء إثر تساويهما في النقاط مع ختام المنافسات بشكل رسمي، وهو ما دفع اتحاد كرة القدم إلى إقامة مباراة فاصلة لحسم الصراع على اللقب. تيسير محمود العميري الكاتب في جريدة الغد الأردنية أكد أن الفريقين يطمحان للقب ويتشوقان لطبع قبلاتهما عليه. ثمة مسؤولية جماعية تترتب على كل أطراف المعادلة الرياضية في مثل هذه المباراة، لا سيما وأن الأعصاب تبدو متوترة، والهتافات التي خرجت قبل 3 أيام أعطت مؤشرا بشأن سلوك الجمهور. لذلك فإن مسؤولية إخراج المباراة إلى بر الأمان ليست مسؤولية الدرك والأجهزة الأمنية الأخرى فقط، وإنما هي مسؤولية جماعية من حيث سلوكيات الفريقين، لاعبين ومدربين وإداريين وجماهير، وحسن التنظيم من قبل اتحاد الكرة ومدينة الحسين للشباب، وقرارات سليمة من طاقم الحكام السعودي المحايد الذي سيدير المباراة. المنتخب الوطني يترقب انتهاء مباراة اليوم على خير التي نريدها قمة بمعنى الكلمة، ليبدأ التحضير لتصفيات كأس العالم الحاسمة بعد أقل من شهر، ونحن على ثقة بأن المنتخب سيصلح ما أفسدته مباريات الدوري. إلى آخر جولة جرائد، تشيلسي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي، وكتالونيا تودع غوارديولا. جولتنا العالمية نبدأها مع الجرائد البريطانية. روبرتو دي ماتيو الرجل المؤقت الذي صنع المعجزات وأعاد بلوز لندن إلى معانقة البطولات فاز بالأمس مع تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقهر ليفربول العريق بثنائية مقابل هدف، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن نجح في الإطاحة بالبارسا في إعجاز كروي آخر. ولكنه رغم كل هذه الإنجازات لازال يحمل لقب الرجل المؤقت، بل يتردد في كواليس ستامفورد بريدج أن مالك نادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش لازال يبحث وبإصرار غريب عن اسم كبير في عالم التدريب، مما يعني أنه لن يمنح دي ماتيو الفرصة لكي يكون الرجل الأول. على الصعيد المتصل بالكرة الإنجليزية، يلتقي اليوم نيوكاسل مع مان سيتي واليونايتد مع سوانزي في مواجهتين حاسمتين بالدوري. أكثر ما يسعدني أن نجوم تشيلسي الذين قالوا عنهم إنهم عواجيز يتألقون ويحققون الفوز تلو الآخر، وها نحن نقف على منصة التتويج ونفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.
دروغبا يسجل للمرة الرابعة في النهائي ويصنع التاريخ، وتيري هو القائد الوحيد الذي يحمل الكأس للمرة الرابعة، وتشيك أنقذنا، وكول يقدم مستويات مبهرة، وغيرهم من نجوم الفريق. واجهنا موسما صعبا وانهالت علينا الانتقادات القاسية، ولم نجد سوى الوسيلة المثالية للرد وهي الملعب. أتمنى أن نكرر مشهد حمل الكأس في ميونخ. لا علاقة لي بالأمر، وهذا السؤال لا يتم توجيهه لي. من المؤكد أنني سوف أتحدث مع إدارة النادي، ولكن دعونا نحتفل الآن بفرحة التتويج بالكأس. جولتنا العالمية مستمرة، ولكن مع الجرائد الإيطالية، ماسيميليانو أليغري المدير الفني للميلان تعهد بالبقاء هادئا وأكثر تركيزا في القمة الكروية التي يخوضها فريقه الليلة ضد الغريم التقليدي الإنتر، مما يعني أنه لن ينشغل بمباراة اليوفي صاحب الصدارة بفارق نقطة والذي يلتقي في نفس التوقيت مع كالياري، أنها ليلة ساخنة في صراع المنافسة بين سيد العجوز وفريق رازينيري لحسم لقب الكالشيو. أتوقع أليغري أن يتم حسم صراع الليلة وليس في الأسبوع الأخير، فماذا يقصد أليغري يا ترى؟ هل يثق إلى هذا الحد في الفوز على الإنتر الباحث عن مركز يؤهله لدوري الأبطال، أم أنه يتوقع أن يفعلها كالياري في اليوفي الذي لم يعرف الهزيمة طوال الموسم؟ أمامنا فرصة واحدة فقط، وهي حتمية تحقيق الفوز على الإنتر رغم صعوبة المباراة. لا حلول أمامنا سوى الظفر بنقاط المباراة بالكامل إذا كنا حقا نرغب في المحافظة على حظوظنا في الفوز باللقب، وعدا ذلك فإننا سنكون أهدينا اللقب إلى يوفنتوس. إنها كما أرى ليلة حاسمة في تحديد شكل المنافسة على اللقب بنسبة 99%. صحيح أن هناك مباراة متبقية، لكن أشعر بأن الحسم سيكون من خلال مباراتنا مع الإنتر ومواجهة اليوفي مع كالياري. يجب أن نبقى في قمة الهدوء لأن الضغوط واقعة على كاهل اليوفي وليس علينا. جولتنا العالمية مستمرة، ولكن مع الجرائد الإسبانية وبأقلامهم، إنها ليلة الوداع، ليلة رد الدين، ليلة شهدت الألاف وألاف اللافتات التي قالت شكرا بيب نحن نحبك، لافتات رفعها الألاف من عشاق البارسا في الكامب نو. وعلى طريقته الخاصة وجه ليونيل ميسي الشكر لمدربه غوارديولا، وبطريقته الخاصة أيضا نفى كل ما تردد عن وجود خلافات بينهما. والطريقة التي استخدمها ميسي هي تسجيل سوبر هاتريك في مرمى إسبانيول، ووصل بأهدافه إلى 50 هدفا، فيما أضاف رونالدو هدفا إلى رصيده ليصل إلى 45 هدفا، وقاد ريال للفوز على غرناطة بهدفين لهدف. وفي ليلة وداع بيب قالت جريدة سبورت الكاتالونية الساحر ليو وضع حبة الكرز على كعكة تكريم بيب، وتفاعلا مع المشهد كتب كازانوفاس في جريدة سبورت ودعم بيب ومن حقك أن تعود في أي وقت تحدده أنت. حصل بيب غوارديولا على الوداع الذي يستحقه وسط مشاعر فياضة في ليلة لن تفارق ذاكرة الكامب نو، ولن ينساها الملايين من أنصار البارسا حول العالم. إنها ليلة وداع الرجل الذي أعاد اكتشاف الكرة الجميلة، ليلة وداع الرجل الذي نجح في تغيير عقلية الجماهير وليس اللاعبين فقط. يمكنك الآن أن تذهب إلى بيتك وأن تعود إلى عائلتك وأنت تشعر بالراحة والسعادة لكل ما قدمته لنا. لن ننسى هذه الليلة. أعتقد جازما أنه لم يسبق لأي مدرب في أي مكان في العالم أن ودع الفريق الذي يتولى تدريبه بهذه الصورة، كما أن عناق بيب مع ليو سيظل من المشاهد التاريخية. وفي لحظة عناقهما قلت لنفسي، ماذا لو كان البارسا بين بيب وليو؟ أعتقد أن الأمر سيكون مختلفا كليا. رسالتي إلى بيب أنه يمكنه أن يعود إلى الكامب نو في الوقت الذي يريد وبالطريقة التي يفضلها. كاريكاتير اليوم من جريدات العرب القطرية، نتابعه سويا.
ختاما لكم من أجمل تحية مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.